وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف مدير المشاريع المتخصصة في صندوق التنمية الزراعية المهندس هاني الرحيان. أهلا ومرحبا بك مهندس. هدف الورشة التي عقدت اليوم؟ حقيقة في البداية اسمح لي أن أشكر قناة الإخبارية لدعوة الصندوق التنمية الزراعي لإيضاح دوره في تحفيز الشركات الزراعية للإدراج في السوق المالية. فكان الحقيقة الورشة هي الهدف هو ما هي فوائد مثلا الإدراج، وكان تسليط الضوء على المزايا اللي يمنحها الصندوق كجهة تمويلية للشركاء في النجاح لتحقيق استراتيجيات الصندوق واستراتيجيات الزراعة فيما يدعم الأمن الغذائي. طب الحوافز التي يقدمها يعني صندوق للشركات الزراعية المدرجة في يعني في السوق المالية السعودية أو من يريد أن يدرج في السوق؟ نعم، هناك الحقيقة العديد من الحوافز، ولكن كان للشركات المدرجة حوافز مخصصة، وهي رفع نسبة التمويل من التكاليف الاستثمارية إلى 75% بدلا من 70، وكذلك رفع القيمة التقديرية لرهن الأصول المشروع ضمانات المقدمة إلى 50 بدلا من 40، وكذلك رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى 1 مليار بدلا من 900. هذه كانت أبرز الحوافز للشركات المدرجة. هل تستهدفون شركات يعني بعينها، أو بالأحرى هل هنالك شركات معينة تم استهدافها؟ لا، الحقيقة احنا نشجع الجميع الحقيقة انه يكون مدرج في السوق. ما عندنا احنا شركات بعينها نستقصد اننا مثلا ندعمها دون الاخرى، بل بالعكس احنا نشجع الجميع على الشركة انها تدرج في السوق، وذلك طبعا لما فيها فائدة عظيمة، رفع الحوكمة تكون فيها عالية، ايضا تكون المراقبة للاداء لنفس الشركة يكون مراقبة عالية جدا. طيب لو يعني نتكلم على الحوكمة بشكل اكبر، هل يعني اغلب الشركات الموجودة لدينا لديها الحوكمة بشكل مرتفع، ام لا زال هنالك يعني مشوار طويل ليكونوا للمستوى المطلوب للصندوق وغيره؟ والله احنا من خلال تعاملنا الحقيقة في بالنسبة للشركات اللي احنا طبعا اقرضنا سابقا شركات مدرجة واستفادوا نعم. من الصندوق التنمية الزراعي. وبالفعل أخي الكريم أنه الحقيقة الشركة وجدنا أنه الشركات اللي تكون مدرجة نسبة الحوكمة فيها أعلى من الشركات الغير مدرجة. طيب كيف كان الإقبال؟ والله الإقبال جيد صراحة، للأمانة كان جيد جدا، يعني لأنه تعرف أن الحين الصندوق قدم تسهيلات عديدة جدا ومتنوعة، وأصبحت أيضا هناك رغبة كبيرة من الشركات للدخول مع الصندوق لتحقيق أهدافه، خاصة هذا ما ينطبق مع الرؤية 2030 في إشراك القطاع الخاص في تحقيق الطموحات إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ مهندس بدر المالك، نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان.